إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد، ولن تجد له وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت إن شئت سبحانك جعلت الصعب سهلا. أسألك اللهم بفضلك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. أما بعد، فقد أولى الإسلام اهتماما عظيما بالمرأة وجعل لها مكانة عظمى ومكانة كبرى وسط مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي خلقها ليعمر الأرض ويكون فيها الخير والإصلاح. وجعل الإسلام المرأة هي عماد هذا الإصلاح، فإذا ما صلحت واهتدت وبارك الله فيها كانت بركتها تعم على البشرية جميعا وعلى المجتمع الذي تعيش فيه. وليس أدل على ذلك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء وأوصى بالمرأة، سواء كانت هذه المرأة أما أو أختا أو زوجة أو بنتا أو عمة أو خالة، هي مكرمة في كل الأحوال وفي كل المواضع. ذلك أن المرأة ليست فقط هي نصف المجتمع كما يقول البعض، بل قد تكون هي كل المجتمع عندما تكون مؤثرة في زوجها، فلا تكلفه ما لا يطيق وتملأ حياته بالسعادة والهناءة والسرور، وتدفعه دفعا نحو تطبيق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إنها تدفعه دفعا إلى الحلال وإلى الطريق المستقيم وإلى الصراط القويم الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به. فتقول له كما كانت تقول المرأة في أول الزمان: اذهب ولا تكتسب أو لا ترتزق إلا من حلال، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار الله في الآخرة. إن المرأة المؤمنة هي التي تدفع هذا الزوج إلى بناء المجتمع الذي يعيش فيه، إنها تجعل من زوجها ومن أبنائها مصلحين في الأرض، مجاهدين في سبيل الله تعالى، منفقين من أموالهم، هم يصنعون ذلك وهي من ورائهم تدفعهم دفعا نحو الخير ونحو الصلاح ونحو الإيمان ونحو الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. إن هذه هي المرأة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون بهذه الصورة على أرضه التي خلقها وأمر الناس فيها بعبادته وحده لا شريك له، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى، بل خلق كل المخلوقات لعبادته وحده لا شريك له، كل منهم يعبد الله
على حسب ما يطيق وعلى قدر ما يستطيع، قدر الطاقة وجهد الطاقة. والمرأة في هذا هي مؤتمنة، والمرأة في ذلك لها الدور الأعظم في إصلاح المجتمع وفي زرع الخير فيه وفي إظهار كوامن الإصلاح وكوامن البر في هذا المجتمع. المرأة في ذلك تقوم بدورها على نحو خطط الله سبحانه وتعالى له ورسم له في القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له موضحا لهذا الطريق. وليس أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه امرأة من الأعراب كما ورد في مسند الإمام أحمد وعند البزار وعند الدارمي وعند الديلمي، عندما دخلت عليه امرأة من الأعراب قالت له: يا رسول الله، لقد خلق الله زوجي وإن عنده من القوة ما ليست لي ويجاهد معك ما لا أقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحثيه، يعني ألا تأمريه وتنصحيه بأن يجاهد؟ فقالت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا طلبت منه أن ينفق، يعني في سبيل الله تعالى؟ قالت: بلى. فقال لها: هل لك أطفال صغار؟ قالت: بلى. قال: فهل ربيتهم على هذا؟ وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بصحيفة كان قد كتبت من أحد أصحابه فيها آية من آيات الله تعالى، فقالت: بلى، أي أنني أحفظ هذا لأبنائي وأعلمهم إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل عمل يعمله، أي الزوج، فإن لك منه كف، أي لك منه أجر. كأن الرجل إذا عمل واكتسب من حلال ثم أنفق ما اكتسبه من حلال في سبيل الله تعالى، أو أعطى منه جزءا للفقراء وأصحاب ضيق اليد، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذه المرأة أجرا مما أنفقه الرجل، وتكون شريكة معه في الأجر إذا ما كانت تنصحه وترشده إلى أن ينفق في سبيل الله وأن يتصدق وأن يزكي من أمواله. وكذلك المرأة إذا ما خرج الزوج للجهاد فلم تغضب هي ولم تسخط ولم تأمره بالقعود عن الجهاد في سبيل الله تعالى، فإن جهاده هذا واستشهاده هذا يكون لهذه المرأة التي دفعته دفعا نحو تطبيق أمر الله تعالى ونحو تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون لها بذلك الأجر العظيم والأجر الجزيل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ها هي أم المؤمنين عائشة التي تقتضي بها كل امرأة عندما تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث، وتسوق إلينا عشرات الروايات التي تعلم الأمة دينها وتعلم الأمة كيف تتفقه في أمر الله وأمر الرسول، وكيف تفسر هذا القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا إلى الهداية وطريقا قويما نحو تنظيم أمور المجتمع وأمور الناس. إن المرأة في الإسلام لها الدور الأعظم في تطبيق أحكامه، ولها الدور الأعظم في تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض. فإنها إذا اهتمت ببيتها فجعلته يسير وفق ما أمر الله وأمر الرسول في الطعام في الشراب عند النوم، عندما تعلم صغارها أن يتوضأوا وأن يصلوا وأن يقيموا الصلاة، عندما تذكر الزوج بأن يقوم لصلاة الفجر، عندما تقوم هي مبكرة فتعد طعام الإفطار لزوجها ثم تنصحه بألا يكتسب من حرام وألا يفتح درجه لمن يضع فيه من الفساد ومن الرشوة ومن أموال الناس ما لا يستحب في شرع الله سبحانه وتعالى، عندما تأمره بأن يحافظ على عمله ولا يتأخر فيه، عندما تأمره بقضاء مصالح الناس وعدم الاعتداء عليهم، عندما تسعد أيامه ولياليه
فلا تجعلها سوداء كما تفعل بعض الزوجات من كثرة المطالب، فتأمره بأن يأتي لها بالغالي والنفيس وما لا يقدر عليه من السلع، فتحول حياته إلى جحيم إذا لم تفعل المرأة ذلك وكانت ثابتة على ما أمر الله به. ترتضي بالقليل الذي يرزق به الزوج حتى لا تدفعه إلى الحرام، عند ذلك تكون المرأة قد قامت بدورها، وعند ذلك تكون المرأة هي شريكة الرجل في جنة الله سبحانه وتعالى، بل شريكة الرجل في رضوان الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في الأرض. عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الجنة إنهم يخاطبهم بالذكر والأنثى، يخاطب الذكر مثلما يخاطب الأنثى، يقول الله سبحانه وتعالى كما جاء في الأثر: يا أهل الجنة هل أحل عليكم بأفضل مما أنتم فيه؟ إنهم يجلسون على الأرائك ويسكنون القصور التي تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، يطاف عليهم ولدان مخلدون، إنهم يشربون من الخمر الحلال في الجنة، إنهم يشربون من نهر الكوثر. ومع ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى لهم: يا أهل الجنة هل أحل عليكم بأفضل مما أنتم فيه؟ وفي رواية: هل أنعم عليكم بأفضل مما أنتم فيه؟ فيقول أهل الجنة: يا رب، وهل هناك أفضل مما نحن فيه؟ إنهم لم يذوقوا نعيما قط مثل هذا النعيم، وكانوا في الدنيا من قبل يعيشون في كبد، أي في عناء وفي مشقة. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أن وجدوا لذة النعيم، وبعد أن عرفوا أنهم مخلدون في الجنة لن يخرجوا منها بعد ذلك: هل أحل عليكم أو أنعم عليكم بأفضل مما أنتم فيه؟ فيقولون: يا رب، وهل هناك أفضل مما نحن فيه؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أحل عليكم برضاي فلا أسخط عليكم أبدا. إن رضا الله يحل على الذكر والأنثى، ويحل على المرأة إذا كانت تقوم بدورها المنشود في بناء المجتمع وفي تربية النشء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. لا تأمر بفجور، ولا تأمر بفسق، ولا تأمر بخروج على أمر الله سبحانه وتعالى، ولا تدعو إلى عادات غربية لا طائل من ورائها، لا تدعو إلى تقاليد لا يعرف المجتمع المسلم إليها سبيلا، وإنما تدعو إلى أخلاق الإسلام وإلى سلوك الإسلام، وعندها أيضا تكون رفيقة المؤمنين والصالحين ورفيقة الرسول صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. يقول صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والحديث للذكر والأنثى، لا يستثني في ذلك أحد. المرأة هي شريكة الرجل في بناء المجتمع، بل لها الدور الأهم والأعظم في بناء هذا المجتمع إذا استفاقت إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وإذا حافظت على نفسها فلم تترك نفسها فريسة للذئاب البشرية والأشرار الذين انتشروا كثيرا في هذه المجتمعات البشرية في هذه الأيام. إنها تكون مكرمة ومصونة، وتكون محمية من الله سبحانه وتعالى، ومحمية بشرع الله سبحانه وتعالى إذا صارت على نهج ربها الذي رسمه في القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم معالمه واقعيا وعمليا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في أكثر من موضع أهمية المرأة، وكيف أنها إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع، وكيف أنها إذا تعلمت وتفقهت في الدين كان لها من التكريم، وكان لها من التعظيم، وكان لها من الدور الأهم ما لها. ها هو عمر رضي الله عنه يقف ذات يوم على منبر، وقد أراد أن يحدد النهور بعد أن تغالت الناس فيها.
هذا يدفع 1000 درهم وهذا 10,000 درهم وهذا 50,000 درهم، إنهم يتباهون بالمهور. وأصبح الرجل في زمن عمر يتباهى بأنه قد سلب من زوج ابنته مهرا يفوق أي مهر آخر في مكة أو في المدينة أو في العراق أو في الشام. فرأى عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحدد هذه المهور حتى يحافظ على الحياة الزوجية من وجه، وحتى يحافظ أيضا على كرامة الشباب وعلى صون الشباب في كونهم يشبعون رغباتهم من خلال الزواج المشروع، فلا يجدون عوائق ولا عقبات ولا شيئا من ذلك. حدد عمر المهور ووقف على منبره، وإذا بامرأة تقول له: يا عمر، أتريد أن تحدد ما جعله الله عاما؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فعاد عمر إلى قولها ونزل على رأيها وقال: كل الناس تفقهت في الدين حتى النساء إلا عمر. يا ليت أم عمر ما ولدت عمر. ومعنا اتصال إن شاء الله، فلنستمع. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك هل ممكن لو في ظلم مجتمعي ممكن رحمة ربنا تنزل على هذا المجتمع لو هناك ظلم؟ لا اتفضل تاني عيد السؤال ان شاء الله. لو في ظلم مجتمعي، يعني في كم ظلم في المجتمع مثلا، اي مجتمع من المجتمعات، نعم، ممكن رحمة ربنا تنزل على المجتمع اللي بيحتوي هذا الظلم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا طبعا سؤال مهم، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى لا تنزل على أي مجتمع ولا تحل بأي مجتمع إلا إذا كان مجتمعا عادلا فيه من العدالة الاجتماعية مما أمر الله به ومما نصح الرسول صلى الله عليه وسلم به. فإذا ما أردنا أن تحل الرحمة على مجتمعنا الإسلامي فلا بد وأن نعمل بالقواعد التي بينها الله في قرآنه، وهي قواعد العدل، وبالقواعد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي قواعد العدل أيضا. قد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فما دام الله قد حرم الظلم على نفسه وبالتالي حرمه على الناس، فإن الظلم إذا تفشى في المجتمع فإن رحمة الله سبحانه وتعالى تكون في يده، إن شاء أعطاها وإن شاء أمسكها. غير أن الظلم إذا أحل بالمجتمع، إذا حل به، فإنه من باب أولى إن شاء الله أن تحل عليه رحمة الله، فتعيد للمظلومين حقوقهم وترد إليهم اعتبارهم وتعيدهم إلى الموضع الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكونوا فيه. ثم تحل أيضا رحمة الله بالمظلوم فيهديه ويعيده إلى الصواب ويجعله يسير في الطريق الذي رسمه الله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رفع الظلم عن المجتمع أيضا للمرأة دورها في ذلك، فقد ورد في الأثر من حديث أبي هريرة أن امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو الفقر والفاقة وتشكو أن قومها قد حلت بهم الأمراض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: عودي فعلميهم. فقالت: يا رسول الله، وما أعلمهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم العدل، علميهم العدل. وفي رواية: أخبريهم بالعدل. فقالت: يا رسول الله، ومن ذا الذي لا يعرف العدل؟ فقال: هل يعدلون بربهم شيئا؟ أي أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى في شيء. فقالت: يا رسول الله، عندهم شجرة يتبركون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم يعدلون بربهم، أي يساوون بربهم تلك الشجرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها فقطعت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بثلاث:
يعني 3 ليالي أو 3 أيام للمرأة، عودي فعلميهم. فقالت: يا رسول الله، وما أعلمهم وما عندي من العلم شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم، وإذا حكمتم وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فعادت المرأة بعد 3 أيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لهم قاضي يقضي بالدرهم والدرهمين، أنه يأخذ من الناس أموالا حتى يحكم في هذا ويحكم في ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك بلاء لا يرفع إلا إذا عدتم، فإن عدتم عدنا. أي أن هذا الظلم الذي يقع من القاضي الذي يحكم بالدرهم والدرهمين والثلاثة لمصلحة فلان على حساب علان، فإن الله سبحانه وتعالى يحل بذلك أو يبتلي بذلك المجتمع بسببه بالأمراض والفقر والضنك. فإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم عن هذا الظلم وعن هذا الجبروت وعن هذا الخلل والكيل بمكيالين، فإن الله سبحانه وتعالى يعود إليكم برحمته ويهب لكم فضله ونعمته ويصبح عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. حتى في هذا كان للمرأة الدور، عندما قال لها رسول الله: فعلميهم، علميهم، علموا هؤلاء، علمي هؤلاء كيف يعدلون، كيف يمارسون العدل. الأولى إنهم يعدلون عندما عدلوا بربهم، أي إنهم يساوون الشجرة بعبادة الله، فكان هذا شركا. أمر المرأة بأن تزيل هذا الشرك من مجتمعها. فلا ينبغي للمسلم أو المسلم أو المسلمة أن يسجد لغير الله أو يركع لغير الله أو يطلب من غير الله أو يخشع لغير الله أو يخاف أيضا من غير الله، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعنا كل يوم الأذان الله أكبر، أي أن الله أكبر من كل جبار ومن كل طاغية، أي أن الله أكبر من كل ظالم ومن كل مفترٍ ببهتان. إن هذه العقيدة لابد وأن تكون في قلب المسلم والمسلمة على حد سواء، بل إن الإيمان لا يقبل والإسلام مردود على صاحبه إن لم يكن في قلبه هذه العقيدة وهذه النية وهذا الشعور بأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت، وأن الله سبحانه وتعالى هو القابض وهو الباسط وهو الرازق وهو المسيطر سبحانه وتعالى على مقاليد الأمور، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم كانت المرأة أيضا فقط لا تنصح قومها بأن لا يعدلوا عبادة الله بعبادة غيره، وإنما بأن تعلمهم العدل، عندما أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القاضي يقضي بالدرهم والدرهمين، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذاك بلاء، قال: فذلك بلاء. هذا البلاء الذي ينتشر هو بلاء الظلم وبلاء الكيل بالمكيالين واختلال الموازين وتقديم فلان على حساب فلان، لابد وأن ينقى من المجتمع وأن يرفع من المجتمع حتى تعود إلى المجتمع رحمة الله والبركة التي تجعل القليل في أيدي الناس كثيرا، البركة التي تجعل القليل في أيدي الناس يكفي الفئة من الناس. المرأة التي إذا ما أحسنت في معاملتها مع زوجها ومع أبنائها وإذا ما أساءت، فإن هذا هو رمانة الميزان في صلاح الأسرة أو فسادها. فإذا ما أصلحت وأمرت بالخير وأمرت الزوج بعبادة الله ووجهت الأبناء نحو قيم العدل والخير والعدالة، وجهت الأبناء نحو الجهاد في سبيل الله تعالى والإنفاق بأموالهم في السراء وفي الضراء وفي المنشط وفي المكره، تطيع الله سبحانه وتعالى، كان ذلك سببا في تكوين نواة أو إيجاد نواة تكون أساسا ولبنة في مجتمع صالح.
يقدر على مواجهة الأعداء ويقدر على الحفاظ على أرضه وعلى عرضه وعلى ممتلكاته، مجتمعا يسوده الأمن والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وإذا ما فسدت المرأة فإن هذا يكون من الأسباب القاطعة في نزول البلاء، يكون هذا من الأسباب القاطعة في نزول الأمراض والفقر والضنك على المجتمع من رجال ومن نساء ومن أطفال. فعلى كل امرأة تؤمن بالله أن تعود إلى ربها وأن تتمسك بحبله وأن تسير على النهج القويم الذي رسمه الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، فتعمل بما أنزل الله وتطبق شرعه في بيتها، فلا تسمح بأن تكون شريكة للشيطان في الإغواء، ولا أن تكون شريكة الشيطان في الإضلال، خاصة مع الزوج ومع الأبناء. إنها دائما في بيتها كالمصباح المنير، تضيء للزوج طريقه وتضيء للأبناء طريقهم، تملأ حياتهم سعادة وهناء وسرورا عندما تذكرهم بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.